الزول تلا مرة فيديو جديد على عندكم ياسف سكت منشكم كامزين لكم فيديو جديد تلا عندكم ياسف ليش عاود توضب اللي كنتي أول مرة كشف الفيديو هبط دير لايك وجيم سبسكرايب باش هكا الفيديو ديالنا يطلع فهمتي واش دابا هادو اللي طالعين حسن مني أنا واش دابا أنا عمري خسرت لكم خاطركم وديروا لايك وسبسكرايب وديك الشيء وما العشرين بدينا عاوشان نحماقوا شوية ولا يلا فايق العشرين دابا شي جوج ولا ما نعرف شنو خدام الليل ماشي تقولني فاش خدام فاش واش خدام انا ساكن في قناه دونك كابلاج وتم حاضيني سخيفه ديالنا سميتو سخيفه حتى سلام ماشي يدير والو في حالي واو كان بان معايا في ديك الفيديو راسو كبر من راسي زعما هذا فهمتي سلام خالد سيد ليا بلاصه قد قداش وما فهمتي ما مستفد منك حتى طوير استفدنا منك بلا انت اللي بنات يا مال ما تتحرك وكذا سير اسهل سير استفد منك شي لعبه وحق الرب ماشي نفكر ويلا مالي كيفاش نفكر نبيعو لا لا شي تنقول عدو ديالك وضرب على طلع على مو ضرب شي عشير كم كاين والو يلا سير سير انا اللي قبرت كسر سميتك مو ملي استنى نبداو الفيديو بعد الانترو اليوم فيديو عبارة عن ميمز العشرين ما نطول عليكم انستغرام عرفتكم ما كنساش انا نو بس دخلوا الانستغرام تمشي تلقاوني تمايا ليتس جو ديال ماسونيا باش عرفتي البيتكوين ديال الماسونيا عارفين انت شكون اللي صنعو مولاه راه كاين هنا في كاليفورنيا وكاين في هونغ كونغ اش كتقول لي ديال الماسونيا انت ما عرفت ديال من تتخربق انت هذا ما فهمت جا من لاريال هيا قالوا لي واسكت تحت تكمش كون كان عندك فيها فلوس وكراك نعرف القانون ديالها او راهو عباقرة لي بروغرامور اللي اختاروا هذاك الحذاء صافي صافي فرحي يا راسي ليش هي نورمال مولاه هو لا خونا ما يعني خونا اللي صانع البيتكوين ما معروفش ما عرفو حتى واحد عارفين سميتو ناكاموتو شي لعيبه ناكاموتو يمكن ساتوشي ساشو غرات يوزر نيم ديالو تلقاو في البيت وما تدخل على جوجل تلقى سميتو المهم على 20 سميتو ناكاموتو شي واحد ما عارف تكون اللي صانع البيتكوين يعني مجهول كاين اللي تيقول مات كاين اللي تيقول باقي ما عارفينو واش هذا سو حنا مالنا عندك فلوس دخل انفيستي ما عندكش ان شاء الله كتخاصم معاه وكتبقى في الصراعه بين عقلك وقلبك خلي انت لاكو خلي انت خلي انا دوز معاك خلي انا جينا عندو كبرنا فيه وسير كاين فوق على الكتيفاتو من درك سير خليني هلا خليني وبعد انت راه عندك عقل وقل وكل اللي ما عندوش طاح باش كتكون ساد عليك فيتش كتفرج في تيك توك دير الاوتفيت ديالك باش نبدا نبدا بشابو شابو شابو سيتو 370 درهم منين برشكو هادي الجاكيت ب 600 درهم ستخادي فاري برشكا دي شدوخي ولا اي تيجي لعند عاشق برشكا تشوفوا داك الطربوش شحال داير قلت لكم على السنه نسمعوا سمعوا ويتي سابو سيتو 879 درهم 879 درهم شو على السنه شحال داير يعني الى كان غالي داير 180 درهم يعني نحسبوا حنا الاورو ب 10 درهم 180 درهم دابا ولا داير غير 90 درهم واش ما فهمتش يعني ليش مشى 879 برشكو هادي الجاكيت ب 600 درهم ستراديفاريوس هادي شي سي اون لين 300 درهم هادي 150 درهم اون لين وهادو 900 درهم ولا الخواتم بومبر بولاند بي 139 درهم شي واش بدك سي صح
بارك فينا اللي يدخلوا الابليكاسيون الاخرين اللوجيه خليها بحال فهمتي السلام انا دابس يا بابا مشلل ولا لا كيفاش مشلل السلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم السلام عليكم هو بوليس اجل ندير له زعما باش يوقف ويسلم عليه ولا توضى باللي بدا شي كشويه هم ماشي كل شيء ليش لا ما تبقاو ديروا البنات ماشي كل شيء سو حنا وي ار هيومن فهمتي حنا بنادم دونك فحال البنات فحال الدراري يعني كيما تيقولوا طوب وحجر اوكي ممكن انا ما عرفتش راسي واش مع الطوب ولا الحجر انا مع هذيك انا انسان ليش تمشي بمعنى اخر ان الانسان شي غلط فهمتي وكدا حتى البنت تغلط والانسان يعني وات فاك واش الانسان بوحده والبنت بوحده سبحان الله ولا البرجوازي فاش كيمشيو للور نيري شنو تفكا في العشرين واحد الفوطاش وعرفتينا هما خلصنا رزقنا صاحبي وطف رزقنا يا وانا بس مسحش بفوطاش عاود يديروا بها صاحبي دوز حيد انا لله والدهنا انا لله والدهنا طلع وراك اسمو الله يرحم الوالدين ابو ايه الله يرحم انا يرحم اسمها ايه سميرة عصبري ايه يا عمي ده هي مين دي اللي اسمها سامي عصبري؟ مدام سامي عصبري وانا هطلع لها بطاقة نوحها ايه؟ انسى اطلع بره يلا اطلع بره ايه ناقصة هطلع الصبح ايه الهبل ده؟ شوف انا فهمت كيما اخونا تفهمت يا اخو السلام عليكم حافقين انتوما يا ايوا مني حافقين قالوا غير ابوني داب الناس الاولين اللي بنعيط صدق ما نسمحش لكم تعايروا بيا الفنيونين ديالي ولا مش خليوناش عاوتاني ما ندوزوش هاد الفيديو كنا ندوزو حيت ما تيديروش ابوني طول لي البولو هاك انا مكزيليا انا كنت نخوي من بعد كزيلي دخلت دخل عيش راكيني كاميرا شو بنتي راكيني كاميرا انا بغيت انا ديالي ما بغيت نضربها عند الوالده ملي كان كيتحرش واش كان كيقول لك لا وقفي بس الزين ما تذوقتش ليه عاودي اش قال لك يا بس الزين واش كاين انا ما تذوقتش ليه انا بهالاتي انا عندي ماما قبل وهي كتعيط ليا اش قال لك يا بس الزين واش كاين انا ما تذوقتش ليه انا بهالاتي انا عندي ماما قبل وهي كتعيط ليا اش قال لك يا بس الزين واش كاين انا ما تذوقتش ليه حتى ما فهمتش شنو واقع هنا هاد الفيديو هاد الصباح داير ضجة ولكن البلاصه هادشي اللي كتقول بصح يعني ما نتش لك تسمع من طرف واحد اوكي الله يعلم اخوتي حلوة حلوة العلوة حلوة علوة حلوة حلوة العلوة العلوة الحلوة ما كاينش الصاط اللي ما طاحتش له هادي في بالو يعني اول حاجة انا بدا معاه قالوا علوة طاحت لي في بالو 20 جلوك جي معاك ليزار وجي معاك الخيط اللي ديتي من هنا خيط ابيض